الشخصية اللي كنلعب هي شخصية صعاد، هي متزوجة برجل كبر منها وعندها خصائص في حياتها، عندها شي بزاف د الحوايج كينقصوها، وكتلاقى بشاب اللي هو مراد الزاوي، هو جلال، كيحاول انه يلعب على داك النقص اللي عندها هي في حياتها، وكيجرها وكيستغل هذيك نقطة الضعف اللي عندها هي. ففي الامور كتمشي للحوايج اللي ربما المشاهد ما غاديش يتوقعهم. فباش نحرق الفيلم غنخليهم انهم يكتشفوني في هذه الشخصيه هذه. ولاش اخويا صالح لي انا كنقول لك علاش غادي دير شغلك هذاك، ولا كان شي جديد اتصل بيا. الاستاذ خالد الابراهيمي، انني كان لي شرف كبير بالتعامل معه، ماشي فقط لانني كنشتغل مع لي اول مره، لا، ولكن الشرف جاي من كونه سند ليا واحد النمطيه ديال واحد الشخصيه اللي عمري ما كنت نتوقع منها غنلعبها في يوم من الايام. يعني الشخصيه ديال واحد الانسان معقد مهزوز مريض عنده مشاكل داخليه ونفسانيه، يعني الاحاسيس ديال هذه الشخصيه كلها كتخدم لداخل في العمق، وهذا من الصعب على الانسان يؤديه بسهوله. يعني كحطني انا فوق المحك. انا كنشكرو على التجربه اللي عمل معايا، كنشكرو عليها لان حتى انا كتعطيني فرصه انني نشوف هل في المخزون ديالي ما نعطي او لا. كنتمنى على انني نكون متفوق، كنتمنى ومن نكون في عند حسن الساده النظاره والجمهور الكريم فهاد الحدوته اللي هي غتكون جميله جدا. كنلعب الدور ديال الربيع في هاد الشهر التلفزيوني. الدور ديال الربيع هو واحد الدري حاقرين عليه عائلتو وديما داخل سوق راسو وما كيهضر مع حتى واحد ومعقد شي شويه، وانا عندي الشرف بانني غنلعب مع واحد الممثل بحال السي عبد القادر المطاع ولالا امل صقر، وواحد المخرج بحال خالد ابراهيمي، وهي تجربه كبيره في حياتي، وكنتمنى يكون عندي شي افلام بحال هادو في المستقبل ان شاء الله. انا كنختار دائما البساطه يعني في معالجه الموضوع باش يكون واحد القرب. المغاربه تيتسناو فيلم مغربي، الا بغاو فيلم امريكي راه تيشوفوا فيلم امريكي، يعني معالجه الاخراج وهذا، يعني خاص واحد لابروش تكون ماروكان باش ما يكونش واحد الكذوب على الجمهور، باش نخلقوا واحد لي بيرسوناج اللي هما ماشي مغربيين، اولا نديروا واحد الجو ديال التصوير، اون امبيونس، ان اتموسفير ديال لو كادر كي ني با ماروكان. دونك مباشره المغربي تينفر وتيقول نو، عادي تنشوفوا لي زامريكان تيديروها اولا الغربيين في فرنسا اولا ايطاليا اولا هذا. انا كنميل دائما اننا نديروا سينما والتلفزيون مغربي، لا من ناحيه المعالجه ولا من ناحيه الاختيار. كنتمنى ان فيلم اخر الرومانسيين يكون يعني مفيد بالنسبه للجمهور، خصوصا الحالات اللي وقعات في بحال هاد الكادي، وكذلك انه يكون اضافه للارشيف ديال الشركه الوطنية للإذاعة والتلفزة، القناة الأولى من ناحية التقنية ومن ناحية الفنية أيضا. عاشت مدينة الرباط على إيقاع الدورة السابعة لملتقى السينما والتربية الذي نظمته الجمعية المغربية لمدرس اللغة الفرنسية لماليف بشراكة مع أكاديمية التربية والتكوين لجهة الرباط سلاز مورزعير، وبدعم من قسم التعاون الثقافي بسفارة فرنسا والمركز السينمائي المغربي تحت شعار الأدب والسينما. الدورة الجديدة للملتقى جاءت لتكرس المكتسبات التربوية والسينمائية للدورات الماضية
في التكوين الممزوج بمتعة الفرجة الجادة والهادفة إلى جانب العمل على الابتكار والخلق من خلال إنجاز جماعي لأفلام تربوية. الدورات اللي تعرفت سابقة وهذه الدورة ما يميزها دائما هي أن هناك تكوين على الصورة، على الإنتاج، على كتابة السيناريو، وفي نفس الوقت هناك متعة حيث يشاهد المشاركون أجمل وأحسن وأبهى الأفلام. وهذه الدورة تميزت خاصة كونها ستتوج بمسابقة لإنتاج أفلام، وهذا شيء جميل جداً. كلمات الجهات المنظمة خاصة كلمة مدير الملتقى جاءت لتؤكد على الأبعاد الفنية والتربوية للتظاهرة من خلال إشراك نساء ورجال التربية والتكوين إلى جانب الإطارات التربوية والإبداعية، خاصة المخرجون والنقاد وكتاب السيناريو، إضافة إلى توضيح أسباب اختيار تيمة الدورة المتمثلة في السينما والأدب. هذه الدورة السابعة للملتقى للسينما والتربية ينظم تحت شعار الأدب والسينما، وهذا الموضوع له أهمية قصوى بالنسبة للمشتركين وبالنسبة للأساتذة وبالنسبة للجمهور الطبيعي لهذا الملتقى، حيث أن علاقات بين الأدب والسينما هي علاقة غنية جدا وتتطرق للمرور من السرد أو الحكي الأدبي بالكلمات إلى المرور بالحكي بلغة السينما، بلغة الصورة والصوت، يعني اللغة السينمائية بصفة عامة. هذه الدورة هي دورة سميناها دورة النضج، لأن بالنسبة للتكوين قطعنا أشواط كبيرة، والآن جاءت مرحلة الإنتاج. فلأول مرة احنا هاد الدورة كاين مسابقة، توجد مسابقة، لأن الدورة السادسة الفارطة تم التحسيس والتعلم والتدريب على المهن السينمائية، الكتابة السينمائية، القراءة، الإخراج، والآن وصلنا إلى مرحلة ديال الإنتاج، ولنا مسابقة حيث تبارى 24 فيلم من جميع المناطق ديال المغرب. حفل الافتتاح تميز بشهادات عديدة متعددة نابعة من القلب وعشق السينما في حق الرائد السينمائي المغربي حميد بناني، شهادات احتفت بمسار مخرج كان له شرف توقيع أحد أهم الأفلام المغربية الأولى الناضجة فنياً وتقنياً وجمالياً، شريط وشمة، هذا دون نسيان الفيلم الجميل صلاة الغائب الذي اقتبسه من رواية بنفس الاسم للروائي المغربي الكبير طاهر بن جلونة. كريم مزيان كي قرب الفنان أو المبدع للجمهور ديالو، هذه واحد ان ايفينمون كي بيرمي دونك ان كونتاكت، باسكو ريان نو فو لو كونتاكت ديريكت انتر لو كرياتور اي سون بوبليك. Donc ce crime c'est bien, pourquoi pas, ça le fait aussi connaître peut-être, il a besoin qu'un créateur, un cinéaste, auteur, écrivain, il a besoin d'être connu, parce que ça permet à ses œuvres d'être lues, d'être divulguées, c'est une bonne chose, pourquoi pas. التكوين والتأطير كانت لهما الغلبة المطلقة على باقي أنشطة الملتقى من خلال تركيز وتكثيف الورشات التقنية ككتابة السيناريو والقراءة الفيلمية وكيفية استغلال الأفلام في العملية التعليمية التعلمية وتقنيات الإخراج. تأطير وتكوين تمحور أساساً حول علاقات الأدب بالسينما وتقديم أفلام مقتبسة من أعمال أدبية. ورشات كانت لها فائدة كبرى على المشاركين. Écoutez, je suis essentiellement un enseignant. Mais là, j'ai été
peut-être davantage un élève, parce que j'ai d'abord moi-même beaucoup appris, appris de mes collègues, appris des stagiaires et découvert le cinéma d'une manière que je ne connaissais pas. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment le cinéma pouvait être un instrument d'éducation à l'intérieur des cours de littérature. C'était une approche que je n'avais jamais eue quand j'étais enseignant. Je l'ai un tout petit peu maintenant, puisque je dirige deux thèses au Soudan sur l'adaptation de romans en film. Et donc, j'ai trouvé ça passionnant et j'ai beaucoup appris. Et tout ce que j'ai appris, je vais pouvoir le transmettre à mes thésards. Donc, vous voyez, j'ai vraiment fait une excellente opération et j'ai pris un plaisir immense à travailler avec tous les gens qui m'entouraient. Descends, que je fais très vite. حفل الاختتام كان مناسبة لتقييم أشغال الدورة ومناقشة الأفلام المتبارية والوقوف على مستوى الدورة فنياً وتقنياً. جوائز المسابقة الرسمية التي تبارى فيها 24 فيلماً تربوياً ممثلة لمختلف جهات المملكة جاءت لتكرم الطاقات الشابة المغربية المتطلعة للخلق والإبداع والتأكيد على أن هناك خلف ومستقبل واعد للسينما التربوية بالمغرب. في حق الرهان الذي يعني بين عيوننا صوب عيوننا هو لقد يعني نجحنا في كسبه وهو نشر الثقافة السينمائية وعبرها الثقافة الفنية والثقافة المواطنة، يعني ثقافة القبول بالآخر وثقافة الانفتاح على الآخر وعلى الفن وعالم اللي يعني اللي يمكن ينمي القدرات، ينمي الإمكانات لا الأساتذة ولا التلامذ، واللي يخلي العمل بالمؤسسة عمل يجمع يعني بين كل الأطراف المشتركة في العملية التعليمية التعلمية. يعني كاين المدرسة الآن أصبحت فضاء محببا جميلا، يعني يعطي الفرصة لتفجير الطاقات وللتفاعل وللتفاهم. اختتمت فعاليات دورة كرست أكثر فأكثر العلاقات الكائنة والأخرى الممكنة بين السينما والتربية في أفق أن تأتي الدورة الثامنة أكثر عمقاً ونجاحاً بإنتاجات وتجارب فيلمية واعدة. الدورة الثامنة أتمنى أن تكون بنفس العمق الذي عرفته هذه الدورة وأن تكون كذلك مجالاً لإنتاجات إبداعية أخرى.